كابتن احمد عادل، في الظروف اللي زي دي وحضرتك لعبت مع النادي الاهلي ومريت معاه بظروف مشابهه لده، يعني الى اي مدى كنت شايف ان لعيبه النادي الاهلي خصوصا بعد الجول، يعني بعد الدقيقه 26، ازاي كان في حاله التعامل الذهني؟ يعني شويه احنا حسينا ان اللعيبه لا اتاثروا، بدات الاعصاب تتوتر، بدا يبقى في انفعالات، احتكاكات مع الحكم. بتتعاملوا ازاي في الموقف ده؟ او شفت تصرفات لعيبه النادي الاهلي امبارح في التوقيت ده ازاي بعد الهدف لغايه يعني يمكن الدقيقه 60 مع التغييرات اللي حصلت؟ بص يا عمر، خلينا نبقى متفقين ان دايما مقاومات البطوله داخل اوضه لبس النادي الاهلي، ودي اللي بيتحكم فيها بشكل كبير جدا اللعيبه الكبيره داخل اوضه اللبس دي. الحاجات اللي هي خارج الامور الفنيه، خارج الامور الفنيه ترابط اللعيبه، ثقه اللعيبه بينهم وبين بعض، تقارب الخطوط على المستوى الفني، ده اللي بيديهم دايما الافضليه. تنفيذ تعليمات الراجل، وهنا كواليتي اللعيبه اللي موجوده عندك لما معاك زي مستر كولر او مدير فني كبير، وان انت تنفذ التعليمات. وانا بشوف ان من اهم التعليمات تنفيذ الكور الثابته، تنفيذ الكور الثابته اللي دايما لعيبه النادي الاهلي بتبقى مصر عليها، الراجل بيبقى مصر عليه، لان الهدف اللي جابه عبد المنعم مش من وحي الحظ او وحي الخيال، لعبه مدرب عليها بشكل جيد. دايما بنتكلم لو هتروح الامور الفنيه، دايما لما خلاص انت الكوره مقفله معاك او مش ماشيه معاك، وباخد كلام الكابتن حشيش ان بعض الفترات ان الامور مقفله، مفاتيح اللعب قافلين عليك بشكل جيد، بتلجا للبلان بي، الكور الثابته. طيب لو جبنا كره الهدف، تمام، هدف محمد عبد المنعم، انا عايز حضرتك وكابتن ايمن برضه هيشاركنا وكابتن حشيش نشوف، لان حد يقول لحضرتك ايه ده حظ، ايه الحظ ده؟ هل شفت هدف محمد عبد المنعم؟ وهنشوف دلوقتي التحركات جوه منطقه الجزاء من لعيبه الاهلي كانت عامله ازاي. هل الهدف ده هل هو حظ ولا هل هو تكتيك وجمله متفقين عليها؟ لو هنرجع، لو كنترول يقدر يساعدنا ان هو يجيب هدف عبد المنعم في الاتحاد المنستيري، نفس اللعبه على الاولانيه، ان السوليه بيبقى واقف على الاولانيه وبعد كده بيفضي لعبد المنعم اللي بيجي من الحركه، لان دايما اصعب حاجه على حارس المرمى هي العارضه الاولانيه. صح، العارضه الاولانيه دي بتبقى بتربك له حساباته. ادي قدامنا من صفحه تكتيكانو، عشان نشكرهم الحقيقه على التحليل اللي هم عاملينه، هي يمكن على الشاشه الكبيره باينه في الدايره دي عمرو السوليه ووراه عبد المنعم، وفي دايره فاضيه هناك سودا اللي عند صامبو دي مساحه خاليه لا يتحرك لها عبد المنعم. دايما بص حضرتك هتلاقي عبد المنعم واقف على نقطه البلن، هو مش واقف من الثبات، هو بيجي من الحركه. أيوة، انه بيبقى جاي مش مراقب دايما من الحركه، وهو مواجه للمرمى. دي دايما اللي متمرنين عليها بشكل، واللي بيعملها كويس علي معلول، يمكن زي ما كنا بنتكلم في خطوط حاططها له في نفس يعني في الـ في في الـ في الدائره السوداء في المكان اللي هيروح له. كنا احنا فعلا بنتكلم مع كابتن ايمن خارج الهواء على ان اللي قبلها كان قفشه كان بيلعبها، بس لعبها بشكل غير جيد من الناحيه الثانيه، لكن اللي متعود يلعبها دايما علي معلول، ولانه بيلعب دقه بيعملها جامده، دي بتساعدك انت حتى كسرد باك، حته التوجيه بتروح بقوه، لان هي لو جايه ضعيفه مش هتروح بالقوه دي، هتروح بالشكل، لكن لو مرفوعه بشكل سريع او قوي حته التوجيه هتروح برده سريع. فهنا ده دي حاجه متمرن عليها، ودي ترجع للراجل اكيد، وتنفيذ تعليمات اللعيبه او تعليمات الراجل دي بشكل كبير جدا. طبعا عايزه كواليتي لعيبه عنده خبرات كبيره جدا، وده اللي انا بتكلم فيه دايما. لعيبه النادي الاهلي عندهم مقومات البطوله، حاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي كويس، حاسين ان السنه اللي فاتت ان الفرقه دي في الملعب ده اتاخد مننا البطوله، فدايما دوافع لعيبه النادي الاهلي متجدده دايما أكيد. فده اللي دي البطوله، دي البطوله طبعا. فعشان كده ببارك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز، وان شاء الله ال 12 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.